التحرش السلبي، عزوف الشباب عن الزواج. طلب مني أن أقول رأيي فيما يتعلق بتأخر سن الزواج عند الفتيات وعزوف الشباب عن الزواج، وصادف ذلك اطلاعي على مقال عن ظاهرة المثلية الجنسية في المجتمع اليوناني. فقد كان التبرير الذي كشفته المقال هي أن نساء اليونانيين لم يكونوا مغريين للرجال، لأن الرجال كانوا يحبون التأمل والتفكير النظري، وكان ما يلفت نظرهم لإقامة علاقة مع آخر هو العقل ومدى قدرته. لذلك فضل اليونانيون حب عقل لعقل، أي رجل لرجل، عن حب رجل لامرأة لأنها لن تشبعه عقليا. لا أود أن أفسر العزوف عن الزواج معتمدا على هذه الأفكار لأنها تتعلق بالمثلية الجنسية، وكلاما من هذا النوع يعد خطير. من الطبيعي أن يذهب الذهن إلى أن العزوف عن الزواج من قبل الشباب ذو أسباب تتعلق بإيجادهم لبديل جنسي آخر. من الممكن أن نقول أنه انتعاش سوق الدعارة في مصر بعد انتشار الموبايل، ويمكن تفسير هذا الانتعاش بانخفاض الأسعار الناجم عن اختفاء مهنة القواد وسهولة الاتصال وغياب الإحكام الأمني على الموبايل. ولكن تظل الدعارة محكومة بالقدرة المادية التي لا تتوفر لقطاع كبير من الشباب. إذن التفسير خطأ ويحيلنا للفقرة التالية. من الطبيعي أن نقول المشكلة تتعلق بالاقتصاد، ولكن هذا غير حقيقي، لأنه بالفعل لم يعد الزواج أمرا مكلفا مثلما كان في مرحلة ما منذ فترة قريبة نتيجة ازدياد وعي الآباء بعدم المبالغة في تكاليف الزواج. ولو استطعنا حسبتها ببساطة، كم شقة مغلقة أو محجوزة لزواج الأبناء في مصر؟ ومن جهة أخرى، الفتاة في بيت أبيها تستهلك نفس الأموال في بيت زوجها، وكذلك الشاب. إذن لا يوجد مشكلة في تكاليف الأعاشة، فهم يعيشون سواء تزوجوا أم لم يتزوجوا. لابد أن نبحث أكثر في السلوك الجنسي للشباب، وهو معتمد تقريبا على وسائل الإشباع الذاتي، وخصوصا مع ظهور الجنس الإلكتروني الذي لا يتطلب بناء علاقة حقيقية. والسؤال الخطير، ماذا تفعل هذه الوسائل على المستوى السيكولوجي للشاب؟ النرجسية والسلبية. أظننا نفهم الآن لماذا لا يقبل الشباب على أن يكون لهم دور سياسي، أو حتى لا يمتلكون مبادرات لإقامة علاقات مع الجنس الآخر بطريقة إيجابية. لقد انغلق الشباب على أنفسهم، وكان رد فعل الفتيات هو الانغلاق على النفس والدخول تحت العباءات. بمعنى آخر، لا وجود لعلاقة حقيقية يمكن تفعيلها لتحقيق إنجاز مشترك أو حتى زواج كأمر عرضي وليس مخطط له مثلما كان. والعلاقة الكائنة تتحدد من خلال رؤية جنسية لا علاقة لها بالإنجاز أو الحلم المشترك، وبالطبع فهو تشيؤ للعلاقة لا بد وأن ينجم عنه فشل. لذا فإن أعداد المطلقات في تزايد إذا حدث زواج. تسمي دكتورة سهيل لطفي هذه الظاهرة بعشوائية الزواج، وتفسرها على أنها نابعة من عدم التكافؤ الثقافي والاجتماعي، وأنا أفسرها بعدم قدرة الشاب أو الفتاة على إقامة علاقات ناضجة بدافع عدم وجود حلم مشترك أو إيجابية من أصله. حاولت أن أجري استفتاء خبيث مع بعض الفتيات، ما حلم حياتكم؟ فكانت الإجابة بيت العدل. فقلت لهم إذن لن تدخلوه مطلقا، لأننا نفضلها صاحبة حلم شخصي في الحياة. وكانت اقتراحاتي لما يمكن أن تفعله الجمعية من أجل تزويج الفتيات والصبيان بأن قلت اجمعوهم ليشتركوا في تحقيق إنجاز مشترك نابع عن حماس حقيقي منهم. فإذا خلقنا لكل منهم حلم شخصي وجمعنا هذه الأحلام الشخصية في إنجازات يشتركون فيها، لابد أنهم سينسون أنهم أشياء تريد الاقتران بأشياء، ويندمجون في العمل فيقترنون ببعض كأرواح تعشق أرواح، ويكون الزواج أمرا قريبا لهم وحاملا لمعنى حقيقي. وكان الطبيعي أنهم لم يأخذوا بمقترحاتي، لأننا في عصر يعيش فيه الفرد دون أن يكون له حلم حقيقي كبير يتحمس له ويعيش من أجله. تلك هي المشكلة الحقيقية، ذكرا كنت أم أنثى. أود أن أقول قولا غريبا نوعا ما، أنه ربما كانت إرهاصات الثورة وإرهاصات فشل الثورة كامنة في حوادث التحرش الجنسي الجماعي التي حدثت في مصر قبل الثورة وشهدت غياب أمني، وهي أن الفعل الثوري غير ناضج وغير شرعي، ولكنه معبر عن فيض الكيل. فنجد أول ما يتحرش المراهقين يلهم كل الشباب في شكل أشبه بمظاهرة جماعية، إنه فعل غير شرعي، ولكننا لا نستطيع إنكار ثوريته.